We need to save money. Why do we need to save money? Because we need to buy a house. Buy a house is so expensive. That's why we need to save money. How much do we need to save? We need to save enough for a down payment. How much is that? That's about $30,000. $30, $30,000? That will take forever. Not if we save every penny. Okay, here is seven pennies. تعالوا بينا نترجم الحوار We need to save money احنا لازم او احنا محتاجين نحوش فلوس We need to save money احنا محتاجين نحوش فلوس Why do we need to save money Why يعني ليه؟ ليه احنا محتاجين اننا نحوش فلوس Why do we need to save money money يعني فلوس وSave يعني ندخر أو نحوش يعني ده معناه أوكي okay. Save برضو ينقذ يعني مثلا he saved me هو أنقذني لما نيجي نقول مثلا نستخدم SAVE نقول he saved me تمام uh, هو أنقذني uh, يعني ممكن تيجي برضو مع الأشياء سيف يعني نقول مثلا إيه هي uh, he saved us uh, from the hell مثلا كنا كان هيقعوا مثلا في طينة أو كان هيقع في حفرة أو كده يعني فسيف بمعنى ينقذ أو يحوش أو يدخر أو uh, يخزن تمام تعالوا نكمل بقية الحوار because we need to buy a house عشان احنا عايزين نشتري منزل يبقى why do we need to save money احنا ليه محتاجين ان احنا نحوش فلوس because we need to buy a house عشان احنا محتاجين نشتري بيت او منزل طيب but a house is so expensive لكن المنزل غالي جدا عشان نشتري منزل حاجة صعبة جدا تمام بات هاوس لكن منزل is so expensive يعني هيبقى غالي قوي هيكون غالي تمام expensive يعني غالي that's why we need to save money ده سبب احتياجنا لإيه؟ إن إحنا نحوش فلوس طيب احنا محتاجين نحوش فلوس علشان نشتري بيت أوكي How much do we need to save؟ How much؟ يعني قد إيه؟ تمام؟ How much؟ قد إيه؟ Do we need to save؟ محتاجين نحوش قد إيه؟ يعني Do we need؟ محتاجين To save؟ نحوش يبقى احنا محتاجين نحوش قد ايه كم المبلغ المطلوب يعني we need to save enough for a down payment احنا محتاجين نحوش فلوس كفاية علشان ندفعها دي ايه للش... للبيت يعني للمنزل تمام محتاجين فلوس كفاية ندفعها علشان المنزل طيب How much is that؟ وده هيبقى قد إيه؟ أو ده هيكلف كام؟ That's about thirty thousand dollars. فبيقول لها أو ب... هي بتقول آه هي بتقوله تمام هي بتقوله ده هيكلف تلاتين ألف دولار ده هيكلف تلاتين ألف دولار 30000 dollars 30000 دولار, 30, دولار. that will take forever ده هياخد وقت طويل جدا عشان نقدر نحوش المبلغ ده not if we save every penny لا مش هياخد الوقت الطويل ده لو حوشنا كل ايه كل مليم او كل كل اي مبلغ يبقى معانا نحوشه تمام فبتقول بيقول لها اوكي هير از 7 بينز فبيقول لها خلاص ماشي وادي سبعة مليم فهو يعني ايه هو بيقول لها يعني خلاص تعالي يلا نبدا يعني ايه نحوش اتمنى يكون الحوار عجبكم وياريت شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان توصل لكل الناس Thank you.